توافد معجبون بفن الرسم إلى مدينة هانغتشو الصينية لمشاهدة لوحات ثلاثية الأبعاد، لكنهم لم يقفوا عند حد مشاهدتها وإنما أصبحوا جزءاً منها. القائمون على المعرض قالوا إن اللوحات ثنائية الأبعاد أصلاً، لكنها رسمت بطريقة فنية تضفي شعوراً بوجود بعد ثالث لها. هذه الأعمال هي نتاج جهود 20 رساماً من كوريا الجنوبية أرادوا رسم لوحات تكتمل فكرتها بتفاعل الزائرين معها. واجهنا صعوبة في الترويج للمعرض، إذ لا يعرف العديد معنى أن تكون الصورة ثلاثية الأبعاد، لكنهم فهموا الفكرة لاحقاً. الفكرة اجتذبت آلاف الزائرين إلى المعرض منذ افتتاحه في الأول من تموز يوليو الحالي، وينوي القائمون عليه الذهاب في رحلة حول المدن الصينية لعرض لوحاتهم في مشروع يمتد لعام ونصف العام. حيدر الطالبي، BBC.